سلمى. سلمى الحبايب كلهم ملتمين. حبيبي هلا والله، تعال كيف حالك؟ تعال اختنا العزيزة الغالية، يعني سلمى منا وفينا، بنت رؤيا، بنت رؤيا لسه على الطرف الثاني، حبيبة قلبي. وأحلى محتوى يطلع من تحت إيديها لمطبخ رؤيا. مطبخ رؤيا اللي مكسر، ما بدي احكي الدنيا، مكسر العالم حبيبي. كل ما بنمشي بكل مكان مطبخ رؤيا، مطبخ رؤيا. صيت 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 سامي. اسمي سلمى مطبخ، سلمى مطبخ رؤيا. هيك يقولوا لي مسيبين الناس على رقم تليفونهم سلمى مطبخ او سلمى مطبخ رؤيا. ترو كولر بيطلع بيطلع. صح. وانا عندي شغله، شو رايك نلعب سلمى؟ هسه بدنا نلعبها، بس بدنا نسالها. قولي سلمى معده، معده برامج قديمه وكمان مقدمه، مقدمه برامج وصانعه محتوى. صح. هسا تعرف التوجه كله على السوشيال ميديا، بس التي في لا غنى عنه، نمبر وان، هذا الاساس طبعا، اساس ودنا بالنسبه بما يخص المحتوى بشكل عام. الناس اللي تشوفنا، كل شخص عنده هوايه، عنده كاريزما معينه. 100%. شو تنصحي الاشخاص اللي يشوفونا حتى يطلعوا على السوشيال ميديا بشكل حلو؟ اول اشي يكون هو، يكون شخصيته، ما يقلد غيره، ما يعمل اشي ما بيشبهه، عشان ما رح يكون في عنده قبول من الناس. يعني الشخص القوي بالرياضة ضل بمجال الرياضة، الشخص القوي بالطبخ ضل بمجال الطبخ. مش إذا أنت كنت بأكتر من محتوى أنت رح تنشهر أكتر، نو. الناس بتحب الشخص اللي عنده تخصص، مش متنوع. مش متنوع. هلا في لايف ستايل أوكي، بس في أشياء تانية بتكون مش معروف هو إيش إيش توجهه، إيش بيقدم. فخليك بالإشي اللي بيشبهك، خليك بالإشي اللي الناس رح تتقبلك فيه. صح. فبنصح كل حدا يكون هو، يكون الإشي اللي بيشبهه. صح. صح. 100%. لعبها، يلا لعبها البوكس، ولا حابب البوكس؟ انا ممكن البوكس لو سمحت. بعد اذنك هاي البوكس. شوفي سلمى، هذا البوكس بقلبه عباره عن تحديات. يلا قد التحدي ولا مو قد التحدي؟ طبعا قد التحدي. طبعاً. انا سلمى زوايد مطبخ، سلمى مطبخ رؤيا. شوفي سلمى، اسمعي اسمعي منها اول شيء. حكيتي لها ايش ايش البوكس فيه؟ لا لا ما قلت لها، بس قولي لها، قولي لها ايش هو التحدي. تحدي كل ورقة تسحبي منها الإشي اللي بيطلع بدك تنفذيه. شو مكان؟ أوكي. بس أنا ببالي تخليها تعمل كل التحديات. يلا يلا اسحب. يلا يا سلمى. نكتة. نكتة يا سلمى. ملكة النكت سلمى الزوايد. يعني عم بحاول أتذكر إيش في. طب بدلوا لي بإشي تاني عشان أنا ما عندي هاي صيغة النكت، يعني ما طيب. عندي نغاشة. تقليد. 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 يا علينا. تقليد؟ قلدي حدا. صوتها حلو على فكرة سلمى. ايش بتحبوا نغني لمين؟ لمين اللي بدك اياه؟ يلا سريعا وعشان من هون نختم ونكمل الايفنت. شو نغني؟ شو نغني؟ كان عنا طاحون. كان عنا طاحون نبع المي، قدامه ساحات مزروعة في، وجدي كان يطحن بالحي. امحوا سلمى ويبقوا الناس بهالساحات، سمعوا نكياس يا عربيات رايحين جايين على طول الطريق. نيونيات خلاص. يا 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 سهر الليالي، يا 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 حلو على بالي. غني 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 على الطرق. خلاص انا صب 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 صب. يعطيك العافية، ابدعتي سلمى، وان شاء الله من نجاح لنجاح. شوفك، باي باي.